بص بقى، تعرفين في فيلم شهير جدا اسمه ايه؟ الستات ما بيعرفوش يكذبوا. طبعا اسم فيلم شهير واسمه طبعًا. كمان برنامج شهير جدا لزمايلنا والحبايبنا على قناه السي بي سي. الستات ما بيعرفوش يكذبوا بمعنى ايه؟ يعني الستات ما بيعرفوش يكذبوا حبايبي، يعني ما بيعرفوش يكذبوا، ولا معناه انه الستات يعني مش شاطرين في الكذب، يعني ما بيعرفوش يكذبوا علشان ضميرهم بيقول لهم ما تكذبوش، ولا علشان ما عندهمش امكانيات للكذب، يعني ما يعرفوش يجيدوا الكذبه، مش عارفين. لكن الدراسه اللي اتعملت في بريطانيا بتقول ايه؟ بتقول ان الرجاله، استعدوا، ها، اوكي، بيكذبوا ضعف الستات. ده في بريطانيا؟ ايوه. ماشي. وان الرجاله بتكذب في المتوسط مره كل 4 ايام. ايوه، في المتوسط مره كل 4 ايام تقريبا. كتير قوي يعني مره ونص في الست الاسبوع. بقى الست بقى بتكذب مره كل 8 ايام، يعني ضعف الراجل. دبل. يعني الراجل ما يستحملش يعدي عليه 4 ايام لازم يكذب، الست ممكن تقعد 8 ايام كده لطيفه وفله وما عندهاش اي مشاكل، ممكن تفكر تكذب بعد 8 ايام. دراسه بتقول ان سبب في الكذب عموما، ليه الناس بتكذب؟ اكيد يعني كلنا عارفين الناس بتكذب عشان بتخاف تتعرض لمشاكل لما تقول الحقيقه. هو الدراسه بتقول لك انه الخوف هو اللي بيخلي الناس تكذب في مواجهه ان هو مش هيقول الحقيقه، يعني انا مش هقول الحقيقه عشان خايف فابتدي اضطر الجا للكذب. دراسه بتقول كمان ان 82% من الستات اللي بيكذبوا بعد ما بيكذبوا، خدوا دي بقى، ضميرهم بيوجعهم. الستات عشان عندهم ضمير. 82% نسبه كبيره جدا الرجاله. في بريطانيا؟ ماشي. ما هم بني ادمين. ايه بريطانيا دول؟ هم بني ادمين مش اي تي، كوكب فضائي. خلصت الخبر يعني؟ ماشي. لسه في كذب. لسه لسه 82% لسه في كذب بيقول. ايوه طبعا، ما الخبر ده اكيد واحده ست اللي عاملاه. لا خالص، دي دراسه اتعملت بريطانيه، واحده من الجامعات البريطانيه. احنا ماشي، كملي. هنكمل لكم عادي جدا، مش فيش حاجه هتاثر علينا ولا في غلوشه هتاثر على الحقائق يا جماعه. بتقول لك يبقى ان 82% من عينه البحث، يعني اللي بتعكس ده في الواقع، انه 82% من الستات بعد ما بيكذبوا ضميرهم بيوجعهم، انما 70% من الرجاله بس هم اللي ضميرهم بيوجعهم. يعني نسبه الستات اللي ضميرهم بيوجعهم بعد الكذب اكبر من نسبه الرجاله. دي هنا 82 ودول هنا 70%، يعني الرجاله هم اللي بيعرفوا يكذب. لا خبر، وما عندهمش ضمير. لا لا لا، الدراسه ده خبر ابيض ابيض. لا يا ابيض، تعرفي صغرتي. لا لا، الدراسه ابيض ومنور فيها تاء التانيث. نعم. وبريطانيه فيها تاء التانيث، يبقى الخبر ده ايه؟ واحده ست مؤنث. لا خبر كذب اصلا. احنا عارفين ان الستات هم اللي بيكذبوا اكتر. ليه؟ لا طبعا. ليه؟ قولي ليه؟ ليه؟ دي سبب. اضرب لك مثل يعني. تيجي مثلا الست تيجي تقول لك ايه؟ انا بحب مامتك قوي. كتر ادي اول كذب. لا لا، كتر ادي ليه؟ ممكن بتحبها فعلا. انا دقيقه وهكون جاهزه. ده كذبه. بتصبرك. يا سلام. ما هي كانت ممكن تقول لك ايه؟ انت تقعد تستناني ساعه. انا قدامي ساعه ونص كده هتبقى ست كويسه؟ او خايفه من ابيض. بتكذب. كذب ابيض. الاكل على النار وهو مش على النار، ده في النار جوه في النار. مالك يا حبيبتي؟ مفيش. وهي بيبقى فيه على فكره. كتر الف خيرها برضه، مش عايزه تضايقك ولا تشغل دماغك مثلا. وبعدين انت بتكون بتكلم سعاد وتقول لك بتكلم مين يا حبيبي؟ تقول لها سعيد. سهير وسمير. انا بقفي معاها. تكون قاعد مع سعاد وسميره وكريمه وتقول لها قاعد مع اصحابي على القهوه. يسمع من بقك سعيد وكريم وسمير. ده انتوا بتكذبوا كذب. لا وبعدين انتوا بقى ما بيكذبوش. لا هما بس مش بس بتتجمل او بتستخدم. ده عامل لها فيلم يا شيري. فيلم. أيوة. الستات. ايوه هما عشان ما بيعرفوش يكذبوا. لا وبعدين ثواني، انتوا بقى بتكذبوا وبعدين اولا من كتر ما اتعودتوا تكذبوا ضميركم مات. يعني احنا لسه عندنا ضمير بيأنبنا في بعض الاحيان، انتوا الضمير مات. اول حاجه. تاني حاجه، من كتر الاكاذيب بتنسوا كذبتكم. يعني انتوا بتكذبوا في الاسبوع كذبه ونص، فطبعا بتيجوا على الاسبوع اللي بعده يبقوا 3 كذبات فبتنسوهم. انت كذبه ابريل معمول علشانكم. ليه اصلا؟ ليه التاريخ اللي بيقول كده؟ الحاجات دي منين؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انا بجيب الحاجات دي من الاير بيس. ايوه طبعا. ايه مصادرك يا بيه؟ ايه مصادرك؟ معانا الاستاذه بتاعت الدراسات كلها. لا انا هقول لك على حاجه. لا نتكلم بجد شويه. بجد اللي شيري قالته النقطه الثانيه دي مهمة جدا، إن أحيانا من الخوف بنكذب. صحيح. علشان كده في التربية لازم نعود أولادنا ما يخافوش. إن هم ما يخافوش. صحيح. علشان ما يكذبوا. صح 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 ولا لا؟ عجبتني. أنا صادق ولا كاذب؟ يعني نص نص. خبر أبيض برضه.
عادي. طب وكمان صح اللي انت بتقوله، وكمان نبطل نعلمهم حكايه الكدبه البيضه دي. الكدبه البيضه دي ساعات بتوسع مننا ما بنعرفش نلمها بعد كده.